بعد 48 ساعة من المفاوضات المكثفة، توصلت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف الإطلاق النار في كامل أنحاء البلاد لمدة 3 أيام. بدأ سريانه منتصف الليلة الماضية في خطوة لفتح ممرات إنسانية لتمكين المصابين من الوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة. سويعات القلائل بعد الاتفاق المبرم، خروقات طالت الهدنة الهشة مثل سابقاتها، ليسمع دوي الانفجارات وصوت الرصاص في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم وأم درمان، في حين تسابق عمليات إجلاء الرعايا الأجانب الزمن تفاديا لسقوط الأرواح، حيث عاودت بريطانيا عملية إجلاء رعاياها من العائلات والأطفال بعد 3 أيام من إجلاء ممثليها الدبلوماسيين. وهي الخطى ذاتها سارت عليها العديد من الدول العربية والأوروبية التي سارعت إلى إجلاء رعاياها المقيمين في السودان المضطرب، الذي يشهد منذ 10 أيام اشتباكات محتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلفت أزيد من 400 قتيل ونحو 4000 جريح، وأدخلت البلاد في فوضى غير مسبوقة.